الله بيقول في الكتاب المقدس إن المسيح بيجي عشان يخلص العالم، والحياة بتاعت يسوع المسيح بتورينا إنه هو الزول اللي اتكلم عنه الأنبياء. أشعياء اتنبأ وقال العذراء ماشية تحمل وتولد ابنا، وبعد سنين كثيرة تمت ولادة يسوع حسب النبوة. الكتاب المقدس قال كمان إنه القدوس المولود من العذراء اسمه حيكون ابن الله، وكده كان يسوع ابن الله بالمعنى الروحي ما المعنى الجسدي. ونحن شفنا الكلام ده واضح في الطريقة اللي عاش بيها يسوع في حياته على الأرض، شفى العيانين وغفر خطاياهم ورجعهم في علاقة مع الله ووعدهم بالحياة الأبدية، وقدم نفسه ضبيحة عن الخطية خطية البشر، وقام منتصر على الموت. ويسوع قال ما في زول يقدر يشيل حياتي مني، لكن ممكن أنا أسلم حياتي برغبتي. ما بس النبوات اتحققت في يسوع المسيح، لكن أثبتت صحة كلمة الله المقدسة. الأنبياء قالوا كلمة الله ما فيها أي خطأ، وهي كمان أبدية. ويسوع نفسه قال السماء والأرض بينتهوا، لكن كلامي ما بينتهي. يسوع جاء عشان يدينا حياة كويسة، لكن الإنسان ما سمع كلام الله لما كان في الجنة ومشى زي ما هو داير، وبالطريقة دي مشى بعيد من ربنا. الكتاب المقدس بيقول إن الناس كلهم عملوا خطية، وعقوبة الخطية هي الموت، وده موت روحي، يعني الزول انفصل عن الله للأبد، زي ما الله أدى إبراهيم خروف ضبيحة بدل ولده، برضو الله أدانا يسوع عشان يموت بدل مننا. وبحياة يسوع وموته وقيامته الله رجع العلاقة بينه وبين كل زول بيآمن به. وبعد ده أي زول ماشي ورا يسوع ما بيغفر له الخطية وبس، لكن بينجيه من حكم الله الأبدي، وعنده مكان مضمون في الفردوس مع الله للأبد. ويسوع ذاته بيقدم لنا الليلة حياة جديدة، ويحررنا من الشعور بالذنب ومن سلطان الخطية. والحياة دي يسوع بيقدمها لكل واحد الليلة، وده ما معناه نحن ماشيين ورا دين معين، لكن علينا ان نختار ان يكون لنا ايمان بيسوع. قال انا واقف في الباب وبدق، لو في زول سمع صوتي وفتح الباب انا بدخل له. والكلام ده معناه نرجع لله، ويكون عندنا ايمان ان يسوع بيدخل حياتنا ويغفر لنا خطايانا ويخلينا نعيش زي ما هو داير. ما كفاية تقبل الكلام ده بعقلك بس او بالشعور والعواطف، لكن نقبله بالنعمة بإيماننا بيسوع، وده بيتم بإرادتنا. ولما الزول يكون داير يمشي ورا يسوع يمكن يكون داير يتكلم مع الله عن طريق صلاة بسيطة. احتمال انت داير تسلم حياتك ليسوع هسا، لو انت داير يمكن تشترك معانا في الصلاة الجاية وترددها في قلبك وانت ساكت جملة جملة. يا رب يا يسوع انا محتاج ليك، بشكرك لأنك مت على الصليب عشان خطاياي. أنا هسع بعترف بالخطايا بتاعتي وبتوب منها، وأنا بفتح باب حياتي وأقبلك مخلصي وسيدي. بشكرك عشان أنت غفرت خطاياي ودتني حياة أبدية. خليني أكون زي الزول اللي أنت داير يكون، وأنا ماشي وراك. آمين. يسوع قال للناس الماشيين وراه الخرفان بتاعتي بتسمع صوتي وأنا بعرفها، وهي بتمشي وراي عشان تختبر الحياة الكويسة اللي وعدنا بها الرب يسوع المسيح. للناس الماشيين وراه اتكلم مع الله
كل يوم بالصلاة واقرأ واسمع كلامه وكلم الناس التانيين عن يسوع واستمر في الشركة مع المؤمنين اللي بيحبوا الله وماشيين وراه. اتذكر وعده العظيم لما قال السلطان بتاع السماء والأرض في يده، أمشوا واعملوا تلاميذ في كل الأرض وأنا معاكم لغاية نهاية الدنيا. آمين.